استاذ صوفي محامي بهيئه الرباط، محامي فيما يعرف بالشغب الرياضي المتعلق او الذي جاء بناء على النزيله ديال المباراه اللي كانت جرات ما بين الجيش الملكي والمغرب الفاسي. بدات الجلسه مع الجوج بعد الزوال وصدرت الاحكام صبيحه اليوم على الساعه 7:10، بمعنى 17 ساعه من الانتظار. بقينا مرابطين هنا داخل المحكمه من اجل التوصل الى الاحكام. المحكمه نطقت بالاحكام في هذه القضيه للتو. الاحكام هي على الاتي، على الشكل الاتي: 5 متهمين، 14 متهم حكموا بالبراءة، 44 متهم حكموا بسبعة أشهر حبس النافذة. بالنسبة للمتهمين المحكومين بالبراءة وعدم المؤاخذة، شيء طبيعي غادروا المؤسسة السجنية صبيحة اليوم. 44 المتهمين الآخرين الذين صدرت في حقهم 7 أشهر حبس النافذة من أجل العنف الرياضي بصفة عامة وتبرئتهم من تكون عصابة إجرامية، هم أيضا سوف يغادرون المؤسسة السجنية العرجات جوج صبيحة اليوم لأنهم قضوا هذه العقوبة. كيبقاو لنا 5 متهمين هم الذين للأسف ما غاديش يغادروا المؤسسة السجنية لأنهم حكموا بسنة حبس النافذة. لكن للتوضيح أكثر، تم الحكم على متهمين بسنة نافذة، 3 متهمين بسنتين نافذة في حدود سنة، باش يكون توضيح أكثر. هو أن هاد 5 المتهمين غينفذوا عقوبة سنة، يعني محكومين بسنة نافذة. إذا هذه المحصلة: 5 متهمين سنة نافذة، 14 متهم البراءة، الباقي 44 متهم حكموا بسبعة أشهر. إذا 14 على 44 غادي تكون عندكم 58 متهم اللي غادي يغادروا المؤسسة السجنية صبيحة اليوم، في حين سوف يبقى بالسجن أو يمكث بالسجن 5 متهمين لأنهم حكموا بسنة. إذن الأحكام كانت بمجملها أحكام سارة، أحكام يعني استبشرنا لأنها أحكام في الحقيقة توجت واحد المسار ديال المحاكمة اللي هي محاكمة عادلة. النتيجة هي أن 58 متهم سوف يفرجوا عليهم اليوم وتنتهي محنة الأسر. هذه الخاتمة أو المحصلة ديال هذا الملف اللي استنفد واحد الوقت طويل، وانتظرنا في الجلسة الأخيرة 17 ساعة لم نذوق النوم إلى أن توصلنا بالأحكام صبيحة اليوم على الساعة 7:10، والمحاكمة ابتدأت بالأمس على الساعة 2 بعد الزوال. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيك بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.